حياكم الله في رباعية التغيير. ثمة فرق بين التغيير وبين التغير. التغيير فعل مقصود، أنك أنت يكون عندك هدف وعارف وجهتك وبالتالي تسعى إلى الوصول إليها بإذن الله تعالى. أما التغير هو ذلك الإنسان اللي إحنا نغيب عنه ثم نعود مرة أخرى ونلقاه إنسان متغير، نسأله يقولك لا أنا ما تغير. التغير هو انتقال من مكان إلى مكان دون فعل مقصود، دون نية، كأن واحد ركب كذا موجة وقذفت به في أحد الشواطئ التي لا يريد أن يكون عليها. إذن ثم تفرق بين التغيير وبين التغير. كيف يقصد الإنسان التغيير؟ التغيير قد يكون له أسباب، من أسبابه كثرة المشكلات، استشعارك بكثرة المشكلات، هذا جرس أنك تحتاج إلى التغيير. قد تكون التغيير سبب لحالة شعورية، حالة حزن أو فرح شديد أو انكسار أو فقد، فتدفعك هذه الحالة الشعورية إلى التغيير. قد يكون التغيير هو تغير في الوعي وتغير في معاييرك ومعايير رضاك ومعايير محاكمتك لحياتك، فتبدأ أنت بنوع من التغيير بحيث أنك تقول أنا الآن في منطقة في النقطة باء أريد أن أنتقل للنقطة جيم، أو ربما أنا في باء أريد أن أصحح النقطة ألف. قد يكون التغيير أحياناً بسبب صحبة، إنسان صاحب صحبة، وهذا التغيير ليس بالضرورة يكون دائماً إلى الأعلى، قد يكون التغيير أحياناً إلى الأسفل، فينتقل الإنسان من نقطة إلى نقطة ولكن بشكل مقصود. طيب كيف يستطيع الإنسان أن يتغير؟ المسألة سهلة من 4 خطوات، سهلة في وصفها لكن الصعوبة والتعقيد في عملية التطبيق. السلام عليكم كوتش. هلا بالوحش. كيف حالك؟ الحمد لله. طمني عنك. طيب بشرك. كيفك بعد الإصابة؟ يعني ماشي أحسن شوي. الحمد لله. الحمد لله. في آلام في شيء حاس يعني فيها؟ شوي. طيب هنبدأ نسخن شوي. تمام. بعدين حبة حبة نشوف برنامج التأهيل كيف نبدأها. يلا. إن شاء الله. على الجهاز. يلا. بشويش. حبة حبة. أحسن يا بطل. في أي آلام؟ خفيف. لا ما عليك. شوي. أهم شيء النفس. نزيد في السرعة؟ يلا. يلا. يلا يا بطل. أحسن. صحيح إن هذا مشهد تمثيلي، لكن إذا صار معك عزيزي المشاهد، أي من ردود الأفعال التالية راح تكون ردة فعلك؟ كفاية كذا؟ يلا. خذ الأوزان معك ونبدأ التمرين الأول. يلا رجلك ورا البنش، قدم رجلك 90 درجة زاوية، ويلا نزول بسيط مع النفس. إيه يا بطل استمر. لا عبد المجيد، لا قدمها زاوية 90. أنا عارف إيش قاعد تسوي. لا يا بطل عشان ضغط الرجل، ضغط الركبة. ممكن تسكت شوي. أولاً حتى أتغير يجب علي أن أعرف. طيب أعرف ماذا؟ أعرف موقعي، أنا وين؟ علشان إذا عرفت أنا وين أعرف أنا وين أحتاج أذهب. قد أكون أنا في منطقة في نقطة باء عشان أعرف أني سأنتقل إلى جيم. قد أكون أنا أصلاً في جيم وأريد أن أذهب إلى ألف، أعرف أني مخطئ، ليس هذا هو الطريق. وبالتالي واحد أن أعرف موقفي، أن أعرف مواقفي أدرسها، أن أعرف عيوبي أن أزكي نفسي، أن أعرف مثلاً مميزاتي، أن أعرف أخطائي، أن أعرف لزماتي، أن أعرف عاداتي الجيدة وعاداتي السيئة، أن أعرف قدراتي. كل هذه المعرفة تساعدني بإذن الله تعالى على وضع خطة للتغيير بشكل جيد. إذن واحد أن أعرف. ما هي أدوات المعرفة؟ أدوات المعرفة أولاً السبر والتقسيم، أني أعي المواقف السابقة وأقسمها وأبدأ يعني أبدأ أقيم نفسي وأقومها. إذن واحد أنا أعرف من خلال وعي الذاتي. 2 أعرف من خلال الصحبة والاستنصاح، أسألهم إيش رايكم، ما هي الأخطاء، ما هي الإيجابيات، ما هي السلبيات. طيب هل كل إنسان أنا أستطيع أني أسأل؟ الجواب لا، هو ذلك الإنسان اللي أنت تعاملت معه اسأله عنك، ذلك الإنسان اللي أنت لازمته وعاشرته، قد يكون زوج وزوجة، الأخ مع إخوته، الصديق مع صديقة، ذلك الإنسان اللي شاركت معه في عمل
الزمالة، لأن العمل يكشف جوانب من شخصيته، وزيع الأدوار تكشف جوانب من شخصية الإنسان. ثلاثة، قد يكون الإنسان ممكن تتكشف له ذاته من خلال مقاييس، من خلال اختبارات، من خلال استشارات، من خلال هذه من الأشياء التي تعينه على فهم ذاته. أيضا يعرف الإنسان من خلال تجربة الجديد. أنا إذا بديت أجرب الجديد تتوسع مداركي تجاه نفسي. إذا واحد، يجب علي أن أعرف. لا، قدم رجلك خطوة عشان ضغط الركبة. ها ها، يلا هي نفس. يا شوف، تحركت ما تحركت، حاول رجعها لزاوية، ما تحركت والله، ما الوضعية الصحيحة، حاول يلا. لا قدم يا اخي، والله ما قاعد اتحرك، والله ما قاعد اتحرك. انت لما تجي تشوف تمرين اكيد بتحرك عادي، طبيعي اكيد بتحرك. الوضعية صحيحة يا اخي، والله مسوي زي ما قلت لي. ايش فيك يا كوتش؟ لا انت ما قاعد تشوف، انت انا قاعد اراقبك. هذه لا شعورية، لازم زاوية 90 عشان ضغط الرجل. اثنين، يجب علي أن أعترف. كثير من مشكلاتنا إحنا مع المراهقين أن نجعلهم يعرفون أخطائهم، لكن لا نستطيع أن نقنعهم بحيث يعترفون بها. التسويغ والتبرير هو عدو التغيير. لما أنا يجيني واحد يقول لي ياسر أنت مستمع سيء، وأبدأ أقول لا بالعكس، أنا ماني مستمع سيء، أنا مستمع جيد، أنا بالعكس، أنا يسموني بأذن كبير، أنا أذاني أذان فيل. هذا التبرير يجعلني أحافظ، التبرير مثل المواد الحافظة التي تحافظ على السلوك ولا تزيده حلاوة ولا تغير طعمه، لكن ممكن تحافظ لك مواد الحافظة، ممكن تجلس سنة الطعام فيها سنة، لكن لا تجعله أجود أبدا. التبرير أو التسويغ يجعل السلوك السلبي يدوم ويستمر وأحافظ عليه، وأشد من ذلك إذا بدأت أبرره وأضع له مجموعة من المبررات والمسوغات والأدلة والبراهين على صوابية أحيانا، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. أحيانا يقدم الإنسان بعض المعاذير ليحافظ على مكانته وإن كان يشعر أن سلوكه هذا قد لا يكون جيدا. وهذه المرحلة الثانية، مسألة الاعتراف، تقول العرب الاعتراف بالاقتراف طبيعة الأشراف. ترى ما يسويها الإنسان عظيم، لما تجي تقول له أنت أخطيت يقول له نعم أنا أخطيت، ويبدأ يغير في سلوكياته. جاء ذلك اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد إنكم تنددون، تقولون ما شاء الله وشئت. ما سوغ النبي صلى الله عليه وسلم ولا برر ولا قال طيب أنت شوف نفسك أصلاً، أنتم لا تؤمنون بالله ولا توحدونه، وأنتم قتلتم الأنبياء، ولا لا لا. التفت إلى أصحابه فقال لهم إذا أردتم أن تقولوا ما شاء الله قولوا ما شاء الله ثم شئت، ولا تشركوا مع الله أحدا. فالتفت وصحح لهم. الاعتراف بالاقتراف هي طبيعة الأشراف. النقطة الثالثة، لا يكفي أن نتوقف عند هذه النقطة. كان أعرف أنا، قالوا لي أنت ياسر إنسان سيء في الاستماع، أنا أقول أعترف أني إنسان سيء في الاستماع، ثم أبقى في هذه المرحلة. هذه مرحلة عباءة الضحية، الشك والله شو نسوي، أدعنا والله عسى الله يقوينا. ما يكفي. كيف تغير من نفسك؟ أسافر، أتعرف على ناس جديدة، أقرأ كتب، إذا حابة مثلا أغير شيء فيني أدخل مجالات كثيرة، زي مثلا لو أبغى أغير شيء بغير أكلي أدخل جيم، أنظم أكلي، أغير روتين حياتي. أني انطوائية، ما عادتي عادة يعني اللي أحب أبغى أتخلص منها هي أني انطوائية صراحة. أنا ما أتعرف على الناس بسرعة وما أخذ وقت معهم بسرعة. والله حسب هسا، أنت إذا في عندك مشكلة تحاول أنك تشوف شو هي المشكلة وتعالجها. إذا مثلا أنت ما عندك مشاكل تحاول أنك تحسن من حالك، يعني عن طريق أنك تقعد مع ناس أكبر منك تفهم منهم، أو أنه مثلا تقرأ كتب. يعني أنا نوعا ما هي قصة إنك أنت تقعد مع حدا أكبر منك هو أفضل إشي، لأنهم بيكونوا فاهمين كل إشي بالحياة. أضع أهداف قصيرة المدى وأحققها step by step. يجب أن أعرف ثم أعترف ثم بعد ذلك أقرر أني خلاص أبتغير. لا، حاول تثبت زاويه 90 خطوه زاويه 90. والله اني ادري ان معلش انا عارف اني غلط، بس والله احس اني باقي في انا.
طب كيف باقي ثانية من كذا؟ تقدر تكمل؟ يلا خلينا نجرب. يلا يلا يا بابا. كيف اسوي كذا؟ اي زاوية 90. ايوه نفس. لأني إذا أنا فكرتي أني أنا عندي فكرة أني أنا مخطي، هذه فكرة أعمق من الفكرة أو أكثر فاعلية منها وأكثر انتقالا إجرائيا منها، هو بعد الفكرة أن يكون ثمة قرار. ثمة قرار يجب أن أقرر وأخطط كيف سأتغير وأنتقل من هذه النقطة إلى النقطة الأصوب، من السيء إلى الحسن أو من الحسن إلى الأحسن. إذن عندي مرحلة القرار. قبل أن ننتقل إلى المرحلة الرابعة، يقولون فيه نمر هجم على 3 حمامات، واحدة فكرت أنها تطير واثنتان قررتا الطيران. كم أكل النمر من حمامة؟ الجواب أكلهم كلهم واصطادهم كلهم. ليش؟ لأن لا فرق إجرائيا على مستوى النتائج بين الذي فكر، حمامة فكرت تطير، وحمامتين قرروا يطيرون، بس في الأخير ما حد طار فتم اصطيادهم. القرار وحده لا يكفي، لا بد من إجراء، من عمل. الله عز وجل يقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ولم يقل تأملون. فكرة أني إن شاء الله بتغير وقرر أني بتغير ومتحمس أني أتغير ثم لا أعمل أي عمل إجرائي أو سلوك تنفيذي، هذا زي اللي فكر وجعلها مجرد أماني. إذن ما الذي يجب علي؟ أعرف، تكلمنا عن أدوات المعرفة، ثم أعترف، تكلمنا أنها صعبة على النفوس، ثم أقرر، ثم أكرر. لا، حاول خطوة قدام، زاوية 90. يلا انزل نفس نفس، قدمها زاوية 90 نفس. آه كوتش والله معلش، أدري كلامك صح بس والله أحس باقي في ألم. تقدر تكمل؟ يلا خلينا نجرب واحدة. يلا زاوية 90. أيوه يلا نفس. أوه لا والله خلاص صرّا، ما عاد بكمل التمرين. كيف تغير من نفسك؟ بالنسبة لي التغيير شيء مش سهل، دائما عندي مقاومة للتغيير، ولكن أحاول قدر المستطاع أنه أجاهد نفسي، أتعود عادات جديدة، أسوي أشياء ما كنت غالبا أسويها، ولكن التغيير عموما صعب بالنسبة لي. أنا بغير من نفسي للأحسن، مثل لو أنا شايفة شيء الأحسن لي وأني أستفيد منه ممكن أغير نفسي. الحفاظ على المواعيد وعدم التأخر في المواعيد، هذه العادة اللي أحب أتخلص منها وما أتخلص منها إلى الآن. عن طريق أقول زيادة معارفي، زيادة الثقافة للإنسان، زيادة الثقافة كثير منابعها، منها القراءة، منها السفر، منها مخالطة ناس يكونوا مفيدين لي ولشخصيتي ويشكلوا إضافة لي في هذا الجانب. مسألة أني أبغى أتغير من أول مرة لا تستطيع. طيب كم مرة أحتاج أني أكرر؟ كرر بقدر تجذر السلوك المخالف في نفسك. بمعنى إنسان عنده سلوك عدم الاستماع قوي جدا في شخصيته، قوي جدا، تحتاج أن تكرر هذا السلوك الجديد اللي هو سلوك أن تكون مستمعا، تكرره بقدر تجذر السلوك الأول. يمكن يأخذ معك شهر، شهرين، 3-4 سنة من رحلة المعاناة. هل هي رحلة ممتعة؟ لن تكون ممتعة، التغيير لن يكون ممتع، التغيير رحلة شاقة، هي رحلة يشعر فيها الإنسان بالفخر، يشعر فيها بتقدير لذاته، نعم، لكنها ليست وردية وسعادة، ولا لا، رحلة شاقة ستأتيك آلام. هذه الآلام هي آلام مخاض ولادة سلوك جديد، رحب بها، تقبلها، ثم
احتفي بمولودك الجديد الذي يضاف إلى لا أقول بطاقة العائلة وإنما بطاقة شخصيتك من سلوكيات مع إخوته، السلوكيات الجيدة بإذن الله تعالى. هذا التكرار مرة ومرتين وثلاثة وأربعة تحسن تعمق تزيد تستمر فيه تضيف للسلوكيات أخرى، هذه الرباعية تعينك بإذن الله تعالى أن تتغير. حتى أتغير أسوي لي خطة. طيب ما هي هذه الخطة؟ ببساطة اجلس مع نفسك، ويا ما أكثر ما تركنا أنفسنا، تجد أن الإنسان إذا أراد أن ينام هي اللحظة التي يجلس فيها مع نفسه ويحاسب نفسه فيما فعل في يومه، يمسك جواله إلى أن ينام. فهو لوحده ولكنه مع الناس، لوحده ولكنه مع الناس. يمسك طريق سفر مثلا ويشغل له مادة صوتية يسمعها، ولا يتصل على أحد يتكلم معه. طيب يا أخي أنت تكلم مع نفسك، راجع نفسك، حاسب نفسك، قيم نفسك، قوم سلوكك. هذه يعني فرصة بأنك تعدل من هذه الشخصية أو من هذا السلوك الذي الله عز وجل سيسألك عنها يوم القيامة. أنت مسؤول عن نفسك ولست مسؤولا عن الآخرين، مسؤول عن وقتك ولست مسؤولا عن لماذا لم تقضي وقتك، ولكن كيف قضيت هذا الوقت، كيف قضيت هذا الشباب وما إلى ذلك. طيب أنا كيف يعني كيف أضع لي خطة؟ مسألة غاية في البساطة بدون تعقيد، اجلس مع نفسك تأملها، ضع ثلاثة أشياء. أولا ثمة أشياء قل سأبدأ بي، أشياء ما كنت تسويها، سأبدأ بي. مثلا أنا ما تواصل مع أقاربي، صلة رحمي، عمات، خالات، سأبدأ بي التواصل معهم بالتليفون، زيارتهم، الهدية لهم، الدعاء لهم، سأبدأ بي. أنا ما أسوي رياضة، ما سأبدأ بالرياضة. أنا والله ما أجلس مع أبنائي، سأبدأ بالجلوس مع أبنائي. أنا عندي إشكالية في تنمية أموالي ويعني ملاءة المالية، سأبدأ بي يعني حسن التدبير. طيب هذا الأول سأبدأ بي. الثانية سأتوقف عن، والله سأتوقف عن الصراخ على أبنائي، أنا عندي صراخ، سأتوقف عن الصراخ، سأتوقف عن الأكل المقلي والسكريات والشرب القهوة بعد المغرب، سأتوقف عن. ثلاثة سأستمر على، عندي سلوكيات جيدة سأستمر عليها. عندما أضع هذا الجدول سأبدأ بي وأملأه، سأتوقف عن وأملأه، ثم سأستمر على، ثم أملأ هذا الشيء، لا شك أني سأعطي نفسي مساحة رائعة من الوضوح أني أنتقل بإذن الله تعالى بكل طموح لأرتقي في سلوكياتي بحول الله عز وجل.